بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن How to display multiple images in one window، أي كيف نستعرض عدة صور أو مجموعة من الصور في نافذة واحدة باستخدام أكواد بايثون. لدي هنا على سبيل المثال مجموعة صور موجودة على سطح المكتب. أحدد هذه الصور Select All باستخدام الفأرة، وبعد Right Click و كوبي نسخ، وبعدها اضعها في مجلد المشروع الحالي. بضغط على البروجيكت تاب وعلى مسار المشروع، اعمل هنا رايت كليك واختار هنا بيست، وبعدها اوكي. يقوم بلصق مجموعة الصور داخل مجلد المشروع الحالي. بعدها اتجه الى نافذة التيرمينال وحاول ان اثبت مكتبة كمبيوتر فيجن 2، فبكتب هنا بيب install open cv-python واضغط مفتاح الادخال انتر. انتظر الى حين تثبيت المكتبة، ويجب ان يكون السيستم متصلا بالانترنت. اعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. بعدها ابدأ في كتابة الأكواد داخل محدد الأكواد. أستورد مكتبة كمبيوتر فيجن، فبكتب هنا import cv2، وبعدها import أستورد مكتبة numpy، فأكتب هنا numpy وأعطها alias name as np. بعدها أفتح متغير وليكن اسمه image1 للصورة الأولى يساوي، وأستخدم كمبيوتر فيجن 2 واستدعي منها الميثود imagery لاني ساقرا ملف خاص بالصوره وبين سنجل كودز، واكتب اسم الصوره وليكن مثلا مونستر 1 اي الصوره الاولى. بعدها انشئ متغير خاص بالصوره الثانيه، اكتب هنا image2 يساوي computer vision 2.imagery اقرا الصوره مونستر 1. طبعا وضعت هنا مونستر 1 داخل ايمج 1 المتغير الاول، وداخل ايمج 2 المتغير الثاني، والسبب سوف نعرفه فيما بعد. بعدها اعمل كونكاتينيت للايمجز هوريزونتالي، اي اسلسل الصور واستجمعها بشكل افقي. بستخدم هنا متغير وليكن هوري اختصار لكلمه هوريزونتال يساوي، ومن مكتبه numpy فاكتب هنا الاسم اللي اقرا سنين numpy، واستخدم الميثود كونكاتينيت، وبعدها افتح براكتس وكمان براكتس واكتب هنا image1 اي المتغير الخاص بالصوره الاولى، والimage2 اي المتغير الخاص بالصوره الثانيه، واخرج من الفيرست براكتس واكتب هنا axis يساوي 1 اي ضع على محور واحد اي horizontal. بعدها اعمل كونكاتينيت لهذه الصور على شكل فيرتيكال عمودي. استخدم هنا متغير وليكن مثلا فيرتي يساوي، واستخدم مكتبة numpy دوت كونكاتينيت اعمل لها استجماع او سلسلة، وافتح البراكتس مرتين واكتب ايضا image1, image2، واخرج من البراكتس الاول واكتب هنا الاكسس، وهنا الاكسس هيكون قيمته 0 لان سيتم استجماع الصور على شكل فيرتيكال. بعدها استعرض الصور، فبكتب هنا computer vision 2.show، قم بعرض الصور، فبكتب هنا التايتل ان هذه الصور horizontal، واخد كوما واكتب المتغير الخاص باستجماع الصور بشكل horizontal. بعدها استخدم الكمبيوتر فيجن 2 منها ايضا الميثود image2، واضع هنا تايتل واكتب ان ده vertical، ان ده العرض عمودي كتايتل. بعدها اضع كوما واكتب هنا المتغير الخاص بالعرض العمودي او لاستجماع الصور بشكل عمودي، وهو المتغير vertical. بعدها هنا استخدم الكمبيوتر فيجن 2 لعمل فترة انتظار، بستخدم هنا wait k يعني انتظر ضربة من ضربات لوحة المفاتيح، واضع على 0. بعدها استخدم كمبيوتر فيجن 2 ايضا to destroy all windows،
لغلق كل النوافذ. نضغط رن لكي نرى النتيجة. هنا عرض الصور بشكل فيرتيكال وشكل هوريزونتال كما نرى. نغلق الصور. طبعا هنا عرض الصور بدون أي مشكلة، لكن سنحاول أن نجعل الصورة الثانية بدلا من أن تكون مونستر 1 أجعلها مونستر 2. ونضغط رن لكي نرى النتيجة. أعطاني هنا رسالة خطأ value error، قيمة خطأ. لماذا؟ all input array dimensions، كل الأبعاد الخاصة بالمصفوفات الخاصة بالصور for concatenation exists must match exactly، يجب أن تتطابق بدقة. but along dimension zero، لكن وجد هنا الأبعاد the array at index zero، يعني بعد الصورة الأولى هو كان حجمها 712 ولكن الاري الخاص بالاندكس 1 اي الصوره الثانيه 485، ولذلك وجد ان السايزز هنا مختلف، ويجب علينا ان نوحد ما بين الاحجام الخاصه بالصوره الاولى والصور الثانيه. هذا شرط من شروط التطابق في مكتبه نمباي، ولذلك سنضطر لعمل بعد موحد او تطابق ما بين الصورتين، وسنعيد عمل حجم جديد للصور بحيث جميعها تتطابق في نفس الحجم أي العرض والارتفاع. نستخدم هنا متغير وليكن اسمه dim اختصار dimension يساوي، ونفتح هنا brackets واستخدم الأبعاد 300,300، أي أن ال width 300 pixels وال height أيضا 300 pixels، وأفتح هنا متغير مثلا وليكن اسمه resized 1، يعني الصور معد إعادة حجمها باسم ريسايز 1، أضع في هذا المتغير، وأستخدم هنا الكمبيوتر فيجن 2 وأستخدم الميثود الخاصة به وهي ريسايز، يعني أعيد تحجيم أو أعمل إعادة تحجيم للصور، وأستخدم المتغير الأول هنا الإيمج 1، أخذ كوما وأكتب هنا المتغير الخاص بالأبعاد الجديدة اللي أنا حددته في الخطوة في اللاين رقم 7. بعدها أفتح متغير وليكن اسمه ريسايزد 2 يساوي كمبيوتر فيجن 2.resize، وأعمل إعادة تحجيم للصورة الثانية image 2 كوما، وأضع الأبعاد الجديدة من داخل المتغير dimension، وأقوم باستبدال image 1 وأكتب بدلا منها resized 1، أي الصور المعاد إعادة تحجيمها resized 1، وأحذف أيضا الـ image 2 وأكتب بدلا منها resized 2، ونفس الشيء بالنسبة للصور المعروضة بشكل vertical، أستبدل image 1 وأكتب هنا resized 1، وأحذف أيضا الـ image 2 وأكتب بدلا منها resized 2، ونضغط run لكي نرى النتيجة. وهنا عاد عمل resizing، يعني إعادة تحجيم للصور، هنا جعلها 300 بيكسل في الويتس و 300 بيكسل في الهايت، أي جعل العرض 300 بيكسل والارتفاع 300 بيكسل، وعرضها لأن مكتبة نمباي بتشترط لكي تستجمع الصور، أي لما تيجي تعمل لها concatenate أن تكون الصور بنفس السايز أي بنفس الويتس ونفس الهايت، كذلك تم عرضها بشكل هوريزونتال وبشكل فيرتيكال كما نرى بدون أي مشكلة. لنفرض أننا أريد أن أعرض صور أخرى، لنفرض أننا أريد أن أعرض الصورة رقم 3 والصورة رقم 4، بقوم بنسخ الأكواد الخاصة بمتغيرات الصورة الأولى والثانية، وأقوم هنا بعمل لصق، وأعدل هنا بدلا من image 1 أجعلها image 3، وبدلا من image 2 أجعلها image 4، وأعدل أيضا المونستر 1 إلى مونستر 3، وكذلك مونستر 2 إلى مونستر 4. وهنا أضيف أيضا لمتغيرات الريسايز هنا أنسخها وإعادة لصقها مرة أخرى، وأكتب هنا ريسايزد 3 وهنا ريسايزد 4،
واعدل الصور هنا بدلا من image 1 اجعلها image 3 وهنا image 4. اصبح لدي هنا resize 3 و resize 4. اقوم باضافة resize 3 و resize 4 هنا فاكتب resize 3, resize 4. نفس الشيء بالنسبة للعرض vertical، اخذ كوما هنا واكتب resize 3, resize 4 واضغط run. هنا عرض الصور بشكل vertical كما نرى الاربع صور عمل لهم concatenate vertically، وايضا هنا عمل concatenate horizontally للصور بدون اي مشاكل. طبعا هنا لا ننسى ان نعيد تحجيم الصور، نعمل resizing من اول وجديد للصور لكي يهمل النسب الاصليه للصور في العرض والارتفاع، ويعيد وضع الصور بدايمنجن واحد هنا 300 في 300 او 400 في 400، اي تجعل الصور جميعا نفس الدايمنجن، ذا سيم دايمنجن. ده شرط من شروط مكتبه نمباي. ان شاء الله ساترك لك هذا الكود في رابط الفيديو، يمكنك تعديله واضافه الصور تجميعها في سلسله صور اما هوريزونتال او فيرتيكال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.